ازيكم عاملين ايه؟ انا محمود نبيل وده فيديو جديد. والفيديو الجديد ده بقى يا صاحبي انا جاي اتكلم معاكوا عن موبايل جديد من شركه ريلمي ومواصفاته تعتبر فئه عاليه شويه وفئه ال 14000 جنيه. فخلينا اكلمكوا عن الريلمي بي 1 برو وهقول لكم في اخر الفيديو برضه تشتروا الموبايل ده ولا لا وهل في بديل ليه ممكن ان انت تجيبه ولا لا. بس في الاول كده قبل ما نبدا انزل اعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، تابعني على حساب الانستجرام وبس كده من ضمن ده وقت كتير. خلينا ندخل معاكوا في الشرح على طول ونبدا معاكوا باول حاجه في المواصفات بتاع الموبايل ده وهو التصميم. وخليني اقول لك ان الجهاز ده جاي بنفس الشكل بتاع اجهزه ريلمي اللي اعتدنا عليه في الفئات السعريه اللي فوق دي، وهي الدائره اللي موجوده في النص اللي فيها الكاميرات. بس الجهاز ده جاي بتصميم من البلاستيك مع اطار او فريم من البلاستيك، وجاي مقاوم للغبار والمياه بمعماريه IP65 وجاي 5G. فانا ما عنديش اي مشكله مع التصميم بتاع الجهاز ده، بالنسبه لي التصميمات بتاع شركه ريلمي في الفئات السعريه دي ممتازه جدا. اما بالنسبه بقى للشاشه بتاع الجهاز ده، فخليني اقول لك ان الجهاز ده جاي بشاشه تعتبر كويسه، لازم تبقى كويسه زي ما قلت لك لان الجهاز ده سعره مش رخيص 14000 وفكه. خليني اقول لك ان الجهاز ده جاي بشاشه ممنوعه اموليد بريفريش ريت 120 هرتز وبجوده فول اتش دي بلس وبكثافه بكسلات 394 بكسل لكل انش وبسطوع 950 نتس. فزي ما قلت لك هي الشاشه هتبقى كويسه جدا في الفئه السعريه دي. خلينا بقى ننتقل معاكم للحاجه اللي بعدها وهو المعالج والاداء بتاع الجهاز ده، لان الجهاز ده جاي بمعالج من سناب دراجون، سناب دراجون 6 جين 1، جاي بنسختين 8256 و 12256، والمعالج ده جاي في معالج رسوميات ادرينو 710. وكوجهه نظري 15000 جنيه انا شايف ان المعالج ده يعتبر ضعيف شويه على الفئه السعريه دي. ال 6 جين 1 هو معالج كان قوي بس في حاجات اعلى بكتير منه، وفي موبايلات في الفئه السعريه دي هتديك اداء افضل بكتير من المعالج ده، لان انا شايف ان المعالج ده خلاص بقى المفروض ما عادش يتحط في الفئه السعريه دي. من ايام ما كنت بتكلم على الريلمي 12 برو اللي سعره 16000 جنيه او اللي فرق بينه وبين الموبايل ده تقريبا من 500 ل 600 جنيه. خلينا بقى نتكلم معاكم على الحاجه اللي بعدها وهي الكاميرات بتاع الجهاز ده، لان الجهاز ده جاي بكاميرا اماميه بدقه 16 ميجا بكسل. اما بالنسبه للكاميرا الخلفيه فالجهاز هنا جاي بكاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل وفتحه عدسه 1.8، والكاميرا دي جايه فيها مثبت بصري وجايه بمستشعر من سوني ال واي تي 600، والجهاز ده جاي بكاميرا ثانيه بدقه 8 ميجا بكسل وفتحه عدسه 1.7 ودي كاميرا الالترا وايد او الزاويه الواسعه. وطبعا الجهاز هنا بيفتقد للكاميرا الاشهر بتاع شركه ريلمي وهي كاميرا التليفوتو اللي بتبقى موجوده في الفئات السعريه دي، فدي مش موجوده هنا. طبعا الجهاز ده جاي بيدعم جميع المستشعرات وجاي فيه مايك عزل الضوضاء وجاي ببصمه مدموجه في الشاشه وكمان جاي ببطاريات 5000 ملي امبير مع دعم شحن سريع 45 واط. وكرايي انا الشخصي اللي انا شايفه ان الجهاز ده جاي نسخه مخففه من الريلمي 12 برو. الجهاز ده سعره 16000 جنيه في السوق حاليا وجاي فيه حاجات افضل زي مثلا ان كاميرا التليفوتو موجوده فيه وكمان جاي بسرعه شحن اعلى. فلو انت معاك الفرق ال 1000 جنيه او الفرق ال 1000 ونص دول فهات الريلمي 12 برو طبعا، لان انت كده كده دفعت الرقم الكبير ده فمش هتيجي على المبلغ الصغير ده. وده رايي بكل بساطه، بس ده مش معناه ان الموبايل وحش، بس هو يعتبر نسخه مخففه وانا عندي بديل افضل فليه ما استفادش منه واجيبه. فانزل بقى اعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، تابعني على حساب الانستجرام وبس كده. كان معاكم محمود نبيل، اشوفكم في فيديوهات تانيه كتير. بيس.